خشبة فنان كوميدي هرب من أهرام الكوميديا المغربية بغيكم تحيوا معايا وبحرارة بحرارة حيوا معايا عبد الرؤوف زينك كنا كنعرفوك أنك عارضة أزياء اليوم أكثر من مناسبة شفنا كتقدمي عروض يعني كتقدمي مقدمة ديال حفل فني شنو هاد التغيير هذا؟ السلام عليكم الحقيقة ما كاين هاد التغيير هذا لأن هذه ماشي أول مرة اللي تنقدم فيها حفل كوميدي في الحقيقة تم النداء عليا من طرف شركة المنظمة باش نجي نقدم مع المنشط التلفزي المعروف رشيد العلالي. هذه ثاني مرة أنت كتقدمي مع رشيد العلالي، واش غادي تستمري في التقديم أو لا غادي ترجعي لعارضة أزياء؟ أنا عمرني ما تخليت على عرض الأزياء لأن عرض الأزياء المغربي هو تنعتبره أنا جزء من الحياة ديالي، لأن هذا قبل من أي شيء كان هوبي، كان يعني شي حاجة على باسيونس ديالي اللي موتيفي ديما باش نديرها. بالنسبة للتقديم هذه يكون عندي اون باراليل مع عرض الأزياء. تقديمته هو واحد الحاجة اللي تتعجبني بزاف باش نديرها، وخاصة فاش تيتم النداء عليا باش نقدم مع أحد منشطين تلفزيين اللي هما كبار ومحبوبين ومعروفين عند المغاربة، ما هذه يكون إلا شرف ليا. شي كلمة بمناسبة العواشر ديال رمضان؟ أكيد نتمنى عواشر مباركة لجميع المغاربة وجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة الجالية المغربية المقيمة في خارج الوطن. رمضان مبارك سعيد، معكم زينة.